كلمات الترنيمة اللي جاية هي ترنيمة جديدة، والمحور بتاعها إنه أحضان الرب بترحب بينا. ترنيمة بتقول إن أنا ممكن أكون، أنا عارف أصلي وعارف ضعفي زي ما إحنا بنقول، وأنت عارف جبلتنا وتذكر أننا تراب نحن، لكن الأحضان بتاعتك بترحب بينا. أشارككم بجملة كده قريتها على الفيسبوك وأصرت فيها، يمكن أنا عدلت في كلامها بس أنا عايزة أشارككم بهذه الكلمات. الكلمات دي بتقول: يهون الشيطان الخطية أمام الإنسان حتى يرتكبها، حتى يفعلها، وحينما يفعلها يهولها أمامه حتى ييأس من رحمة الله. أقرأ أول جزء تاني: يهون الشيطان الخطية أمام الإنسان حتى يفعلها، وحينما يفعلها يهولها أمامه حتى ييأس من رحمة الله. فلو علم أن اليأس من رحمة الله أفظع من خطيته ما يأس. لو عرف أنه يأس من رحمة الله اللي تقدر تقبل خطيته أفظع من خطيته نفسها ما كانش يأس. وإحنا ياما بنيأس من نفسنا ونقفل أبواب الرحمة بإيدينا على نفسنا، لكن الترنيمة اللي جاية بتقول له: أحضانك بترحب بي، أنا بعلن أنا مش هتأسر في ضعفي، وعارفة إن رحمتك أقوى من ضعفي. رحمته قوية علينا، رحمته قوية علينا. خلونا نسمع الأعداد بتاعت الترنيمة وهتلاقوا إن القرار سهل وينفع يتكرر. عارف اني تراب ورماد والإثم مغطيني، لكنك رب العباد بحلالك تدعيني. عندك شفا من كل خطية، من الأسر في حرية، طبيب الأطباء وعندك ما فيش حالة مستعصية. عندك شفا من كل خطية، من الأسر في حرية، طبيب الأطباء وعندك ما فيش حالة مستعصية. أحضانك بترحب بيا وبإيدك الأبوية فتح لي باب الرجاء. غلب اليأس عليا والظلمة محوطاني، ولا فيه ايد اتمدت ليا ضياعي وغرقاني. انت شطي وطوق نجاتي ومرسم نفسي وحياتي، انت دواء بحيرتي وسؤالي، انت فرحي وتعزياتي. انت شطي وطوق نجاتي ومرسم نفسي وحياتي، انت دواء بحيرتي وسؤالي، انت فرحي وتعزياتي. احضانك بترحب بيا وبيدك الأبوية فتح لي باب الرجاء ومرحمك الأبدية. فتح لي باب الرجاء ومرحمك الأبدية. وبرفع لك ترنيمي وبعلن رافع راسي عالي، وقعت انا برضو قايم مش هسلم بحالي. انت الملجأ وانت رعية وعيوبي تشفيها فيا، عليك برمي حملي وشايل حملك الخفيف عليا. انت الملجأ وانت رعية عيوبي فيك مشفية، عليك برمي حملي وشايل حملك الخفيف عليا. احضانك بترحب وبيدك الأبوية فتح لي باب الرجاء ومرحمك الأبدية. فتح لي باب الرجاء